وأيضا تزاملت مع مجموعة من المخرجين اللي كانوا في سنك في هذا الوقت، واشتغلت معاهم، واشتغلت يعني في الإخراج فترة، ثم عدت إلى التصوير. مهرجان الإسكندرية أتاح لي أني أكتب كتاب التكريم الخاص بي، أيوة. فكتبت في مقدمة الكتاب إهداء إلى الزميل شفاه الله الأستاذ طارق المساني. أيوة. فعلى ما أذكر أحد أصدقائي في الوقت ده قال لي: هو حد بيكتب إهداء للمنافس بتاعه؟ فقلت له: اللي أنت بتقوله ده هو الإجابة، إن لولا تفوق وتميز الزميل الأستاذ طارق المساني ما كنتش هبذل من الجهد والمجهود وتحصيل العلم اللي يخليني أبقى على قدر المنافسة مع زميل قوي. قطعا علاقات جميلة جدا جدا. الحمد لله على ده. يعني هعود إلى مجال التصوير. حضرتك بتقول إنه في أثناء اليوم هناك ما يسمى باللحظات السحرية، وأن الكاميرا عليها أن تلتقطها. إيه اللحظات السحرية دي؟ اللحظات الساحرة أو الماجيك أور هو توقيت للتصوير، والتوقيت ده بيبقى قبل الفجر وبعد الغروب، فترة زمنية قليلة جدا طبقا للموقع الجغرافي للبلد اللي بيتم فيها التصوير. فدي اسمها الماجيك أور أو اللحظات الساحرة، ودي كانت موضوع رسالة الدكتوراه اللي أنا عملتها في المعهد العالي للسلام. جميل. دي يعني مرتبطة بلحظة الغروب ولحظة الشروق أيضا؟ ما قبل الشروق وما بعد الغروب دي ماجيك اور 1، عكسهم دي ماجيك اور 2. دي اللقطات السحرية، دي زمن ساحر في التصوير بينتج عنه لونيات في الصورة مبهرة جدا وبتطلع صورة رائعة. طيب لما نقول مثلا أن هذا المدير التصوير يقوم بتصوير لقطات مبهرة جدا، هل لابد أن تكون موضوع هذه اللقطة المبهرة شيء جميل، أم أنه ممكن أن هو يصور شيء في نظرنا قبيح لكنه أجاد التصوير؟ سؤال حضرتك شديد الأهمية، أنه يتدرس لطلبة التصوير في المعهد العالي للسينما. المصور في الدراما لا يبحث عن الجمال. أنا لو مصور صحفي أو مصور إعلاني هبحث عن الجمال في كل لقطة بعملها، أما مصور الدراما بيبحث عن الترجمة الفعلية للحدث الدرامي. متعارف إن اللون الأخضر لون مبهج، أيوة. مع الإضاءات الخلفية لما الشمس بتبقى خلفية جو الصورة بيبقى أقرب لمشاهد واللقطات الساحرة الجميلة. أيوة. لو أنا بتكلم عن مجتمع طارد لأهله نتيجة الفقر ونقص الأموال، أيوة. المجتمع الطارد لأهله ده مش مفترض أنه يطلع جميل ومبهر على الشاشة، فهنا المصور عليه أنه ما يفكرش في الجمال بنفس ما يفكر في أنه يبقى عنده تعبير جيد عن المعنى الدرامي لمحتوى سيناريو العمل اللي هو بيشتغل عليه. جميل. البحث عن الجمال مهنة حد آخر، هو مصور الإعلان ومصور، أيوة. الفاشن والأشياء اللي زي كده. طب جميل.